السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة كاميرا أو فوتوغراف أو العيادي تي في. معكم في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا كنت واجد الآن وإياكم هنا بمنطقة أو بدوار أرق تابع النفوذ الترابي ديال جماعة وكليم هنا بإقليم تنغير. في هذا الفيديو وإياكم غادي نحاول ما نقربكم من الفلاحة، علاش كيعتمدوا الناس أو الساكنة ديال هذا الدوار هذا. خليكم معايا. اولا هذا الدوار هذا كيتواجد كما قلت لكم بين مدينه تنغير وبين دوار تيمدروين، كيعتمدوا على السقي بهذه الطريقه. هذا الماء او هذه السقي هذه جايه من واحد العين، كاين في الواد اللي تقريبا اللي جهه هذا الدوار هذا. كما كتشوفوا هذه السقيه كتدي لواحد الضفه، فيها جوج ضفاف، كانت الضفه مثلا الغربيه والضفه الشرقيه. هذه مثلا كتدي الضفه الشرقيه وهذا السقا كتضي الضفة الغربية. هنا كما كنشوفوا السقيا تبارك الله ما شاء الله، شوف تبارك الله فين داس تقريبا، انا داس تقريبا وسط الجبل. السقيه هي هذه كما كتشوفوا طاح عليها واحد شويه في الجبل، ولكن الحمد لله باقا كدوز الماء. هنا عافاكم غير واحد القضيه، اللي بغى مثلا يزور المنطقه ولا شي حاجه، الى خصوصا الى جمع الدراري الصغار، يحاول ما يمكن يراقبهم كما كتشوفوا مثلا هذا الحوض هذا ديال الماء. بغى شي واحد فيهم مثلا يجي الفكره ديال انه يعوم ولا شي حاجه ويصدق مشى فيها. كما قلت لكم قبيله ها واحد الضفه هي هذه وواحد الضفه اخرى هي هذه. هنا كما كتشوفوا هنا غادي نحاول ما امكن نمشي مع السقيه نشوف فين غتخرجني شي ضفه، ولكن ما ظنيت محال واش غادي ندوز في هذا الطريق هذه. غادي نحاول ما امكن ندوز مع السقيه فيها شويه الخطره، وانما غادي نغامر ونمشي شويه تنوصل. هنا كما كتشوفوا النوع ديال الاشجار اللي كتسميتو اللي كاينه في هذا، علاش كتعتمد السكينه ديال الدوار. هذه الشجره دي اللي كتشوفونا ديال الكرموس، وهذه طبعا زيت الزيتون تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله، كما كتشوفوا الزيت تبارك الله عندهم هذا العام او في هذا الدوار هذا ما شاء الله. اللهم بارك، شوفوا شحال تبارك الله، الله يدير البركه. هنا كما كتشوفوا معايا في الصور هذا الدوار هذا معروف اصلا في الجنوب الشرقي، معروف بالزراعه ديال هذا النوع هذا ديال القطنيات، كيتسمى باشرمود. هو هذا كيتسمى باشرمود. هذا اشرمود هذا كيستعملوه الناس اللي تدعو او الناس اللي تهرسوا، على اساس كيعطيهم القوه، كيعطي القوه للعظام ديال بنادم. علاش الاغلبيه فيكم غتسال علاش دايرين هذا الكصب وفي هذا الميكا هادي، على اساس كيخلعوا به الطيور باش ما ياكلوش هذا المحصول الزراعي هذا. هادشي باش معروف يعني هاد المنطقة هذا. هو هذا كما كتشوفوا كيتسمى باشرمود، هذا هاد السمية هادي بالشلحة ما عرفتش سميتها بالعربية. تاني واحد القضية قبل ما ننساها، واحد الإشارة، إلا كتشوفوا هذا النوع هذا ديال الربيع، هو هذا اللي كتشوفوا دابا في الصور، هو هذا. هادي بالأمازيغية كتسمى القطة، وبها كيعرف مثلا هذا الحد ديال الفدان ديالو، وهذا كيعرف الحد أو الحدود ديال الفدان ديالو. كما كتشوفوا هنا في الصور مؤخرا داز واحد الفيضان، يعني كما كتشوفوا راه وصل تبارك الله، راه طلع سميتو الفيضان طلع هنا. وكما كتشوفوا تبارك الله اللهم بارك، هذا النوع واحد النوع ديال الشجر كيتسمى بالصفصاف، وهذا كيتسمى بالمشماش. هذه اللي مشى فيها النص هي هذه الشجره هذه، وهذه الكرموس، ثم هذا زيت الزيتون ما شاء الله تبارك الله. واحد الاشاره مؤخرا قريتها في واحد المقاله
واحد المقال البارح المغرب هو خامس دولة كتنتج زيت الزيتون. المغرب هو خامس دولة عالمية كتنتج زيت الزيتون، ما شاء الله. هذا هو يعني البناء ديال الدوار من واحد الجهة. كما كتشوفوا يعني البناء او النوع ديال البناء باش كيبنيو صحاب الدوار بزاف كيبنيو بالحجر كما كتشوفوا في الصور امامكم. وهذه هي الفصه، هذه كنقولها في اي روبورتاج فلاحي كنصوروا، هذه كنقولها الفلاح المغربي عامه، خصوصا الفلاح ديال المناطق الجنوب الشرقي، ما غاديش يلقى فلاح ما دارش الفصه. علاش؟ لانه لا بدا كيعتمد على التربيه ديال المواشي بحال الغنم مثلا ولا المعز ولا الخرفان ولا البقر، ومنه هو العلف الرئيسي باش كيعلف يعني البهائم ديالو او الماشيه ديالو. كما كتشوفوا واحد فيكم غادي يسول اشنا هو يعني الدور ديال هذا الحيط هذا اللي مبني بالحجر. هو داير حيط راه الجبل هذا فاش صايبوا الناس يعني الجنانات ديالهم، وهو عباره عن دروج مثلا فوق هذا الحيط هذا كاين فدان ولا جوج فدان اخرين. الطريقه باش كتحمي السكينه الانجراف ديال التربه كما كتشوفوا هنا قدامكم هو الكابيو كيجيبوا الحجر كيجمعوا الحجر وكيجمعوه بواحد الشبكه ديال السلك. هذا هو الكابيو، الدور ديالو انه كيحمي التربه ولا كيحمي الجنان من الانجراف ديال او من الفيضانات ديال الواد. كما قلت لكم قبيله على حساب الدور ديال هذا الحيط هذا كما كتشوفوا هو مثلا دابا الحيط وفوق منه هو فوق منه فدان كما كتشوفوا، يعني حتى هذا الحيط هذا غادي يكون فوق منه فدان، وهذا الحيط هذا كما كتشوفوا هو ثاني فوق منه فدان وفيه غير شجيرات. بارك الله ما شاء الله. هنا كما قلت لكم قبيله كاينه الضفه الشرقيه وكاينه الضفه الغربيه. دابا خارجين من الضفه الشرقيه غادي ان شاء الله دابا نطلعوا للضفه الغربيه نشوفوا النوع ديال الزراعه اللي كدور فيه، ولكن غالبا تكون نفس او نوع الزراعه واحد. هذا النوع هذا ديال الزراعه اللي كنشوفوا هنا هو ديال نفس سميتو نفس هو اشرمود، والشجر هو اللي كيدور في الضفه الشرقيه هو هذا اللي حتى هو الشجر ديال الكرموس مع الزيتون مع الفصه كذلك. تلا ديال طيات كازيا قنتي لي في اللنا. كما كتشوفوا هنا في الفيديو النوع ديال الاسمده اللي كدار التربه هنا هي اسمده طبيعيه. كما كتشوفوا هذا هو الحمل ديال البهائم او الحمل ديال الماشيه. هذا اللي كتشوفوا هنا في الصور وصل في الصا هذا كيتسمى بالخرنب او كيتسمى بالامازيغيه المخرب، وكيدار مع الخضره ديال مثلا كيدار مع الخضره ديال الكسكسو او مع الحريره. تبارك الله ما شاء الله. هذا العام وقيلة الزيت البلدي غادي تباع ب 20 درهم سميتو الليترو، اللهم بارك. هذه واحد الطريقه سميتو كيعتمدوا عليها الفلاحه باش يغيروا الاتجاه الماء ولا باش ينزلوا الماء من الفدان للفدان، وكيتسمى هذا بالامازيغيه كيتسمى اجوجر. هو هذا اللي كتشوفوا ثاني قدامي هي الزراعه ديال اشرمود، حيت هي باش معروف بزاف هذا الدوار هذا. وكما كتشوفوا ثاني هذا داير حتى هو ديك القضيه باش انه يبدا يخلع الطيور بهذه المكه هذه باش ما يتعداوش لي على المحصول الزراعي ديالو. هذا اللي كتشوفوا في الصور هو الحي القديم او فين كانوا ساكنون يعني الاجداد او السكان الاوائل ديال هذا الدوار هذا. هذه القضيه هذه ديال الاسباس بحال الله ولات يعني كتعمم حتى في الدوار. لهذا رسالة مني لهاد السكينة هذه، حاول ما أمكن عفاكم تجمعوا لابوبيل ديالكم، الله يستر عليكم. هذه كنصيحة لله وصف. ما شاء الله تبارك الله. كما قلت لكم هذا الدوار هذا معروف في الجنوب الشرقي بالنوع بالزراعة ديال النوع هذا ديال القطنيات اللي كيتسمى بأشرمود. هو واحد المنطقة كتسمى ثاني إفغ مع أرق، منطقة واحد جوج مناطق في الجنوب الشرقي معروفين بزاف بالزراعة ديال هذا النوع هذا ديال القطنيات. هنا كما كتشوفوا واحد القضية تضررت منها السكينة بزاف. كما كتشوفوا الواد كلما جا إلا وكياكل يعني من الجنانات. كما كتشوفوا هذا تقريبا واحد الشطر في هذا الفدان هذا راه مشى فيه.
كما كنشوفوا ثاني قدامي هو هذا الوادي، يعني راه مشى تقريبا الى مشى الى الى السكينه او 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 يعني الناس اللي مسؤولين هنا الى ما تدخلوش يديروا شي حاجز او شي حاجه اللي تمنع الواد، فغادي ياكل شويه الفدان هكا تيمشي كامل. هذه اللي كتشوفوا هنا الزراعه ديال او زراعه سميتو القرعه كما كتشوفوا اي فلاح يعني ولا فلاح كاع ديال الجنوب الشرقي، كل اي واحد اللي لا بدا تلقى عنده هذا الشيء هذا، الا تلقاه ما كيبيعش على الاقل غادي يزرع داك الشيء اللي سميتو اللي غادي يستهلكه هو والعائله ديالو. كما كتشوفوا الجنبات ديال الواد ديال هذا الدوار هذا، في هذا الشجره هذه اللي كتسمى بالامازيغيه كتسمى افرسي. سبحان الله الاغلبيه ديال الفلاح ديال الجنوب الشرقي كتلقاهم دايرين الصبار جهه الفدان ديالهم. علاش؟ حيت الصبار حتى هو كيعطيك الانجراف ديال التربه كما كتشوفوا هنا. علاش بالضبط داروا جهه الواد؟ باش يعطيك به الانجراف ديال التربه. هنا دابا زلنا جهه الواد تقريبا جهه لتحت كاع ديال الدوار كما كتشوفوا هنا. هنا كما كتشوفوا في الصور الساقيه، شوفوا تبارك الله شحال بينها وبين الواد، تقريبا تكون شي 20 متر ما شاء الله تبارك الله. هنا كما قلت لكم قبيله الانجراف ديال التربه، يعني التربه كلها مشات كما كتشوفوا هنا. والصوره هنا ما كتحتاجش التعليق. ومن هنا او من هنا تبارك الله اللهم بارك، سمعتوا واحد الصوت ديال الحجل قبيله شويه، هذه كنطاروا من هنا الحجل تبارك الله. الا شفتوا هنا كما قلت لكم الانجراف ديال التربه، الى ما دارش الساكنه شي حل لهذا العجب هذا، الطراب كلها تقريبا او الجنات كلهم تقريبا غادي يمشيو. الى شفتوا هذا هو هذا الحجل، هو هذا تبارك الله اللهم بارك، يعني الحجل كيبقى صراحه ما مولفش يعني ما مولفش بنادم. حيت علاش؟ حيت تقريبا شي عامين هذه ولا شي 3 سنين هذه تمنع الصيد هنا في هذا في هذا في هذا في هذه النواحي هذو، داكشي علاش كثير الحجل تبارك الله في هذه المناطق هذو. Bye.